السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي متابعيني ومتابعاتي الغاليين، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ويلقاكم هذا الفيديو هذا في أتم الصحة والعافية يا ربي. توحشتكم البنات بزاف بزاف، اشتقت لكم لأنني غبت عليكم فترة العيد. فكرت أنني نعطي فرصة للعائلة ديالي بعيد عن الكاميرا ونبقى نصور. بزاف تاع البنات دخلوا عندي الانستغرام قالوا تعطلتي ما نشرتي لنا والو، ما حطيتيش لنا اجواء العيد ديالكم. انا في الحقيقه في الاعياد اغلب الوقت كنعيد مع الاسره، مع العائله، مع الاسره ديالي الصغيره ومع العائله ديال الزوج ديالي. فما كنبغيش نهائيا ناخذ الكاميرا في ايدي، الناس ما كيبغيوش يتصوروا. يعني كاين شويه لها فتره العيد لها خصوصيه، وزائد انني بوحدي الا كنت ملي كنكون انا في الدار ديالي. يعني كتعرفوا العيد والشغل ديال العيد، يدك الا درتيها في الكاميرا صافي راه غادي يمشي لك الوقت مع الشغل وانا بوحدي. هذا الشيء اللي خلاني ما نصورش هذه الفتره هذه. زائد انه كان عندنا طلعات وخروجات وعزايم، يعني كتجيك صعيبة باش توفقي ما بين التصوير وما بين الشغل ديال البيت. وبالنسبة للكروشي هذه الفترة هذه كنت واقفة شوية، إلا شي حاجة بسيطة اللي اشتغلتها. كتعرفوا أنني اشتغلت، نوريكم شنو اللي خدمت. كنت اشتغلت هادو ديال التوزيعات، شوفوا معايا اشتغلت واحد العدد معين، يعني عدد كبير بقاو ليا منهم. هادو شفتوهم، هادو الخرفان كنت اشتغلتهم ديال التوزيعات، هادو بقاو عندي. غادي نخليهم. اشتغلتهم بالخيوط اللي غتسولني على الخيوط، باليارن ارت جينز والكوتن جولد. وكذلك طبقت واحد الورشه ديال الاخت منيره تومان، اللي بغيتو تشوفوا القناه ديالها راه كنخليها لكم دائما في صندوق الوصف. طبقت الورشه ديالها، هذا الخروف، راس الخروف جا مزيون بزاف، عجبني بزاف. واخا راه فيه الخدمه، ما فيش الخدمه يعني ما كياخذش الوقت في الراس وفي الاداني، سهل جدا انكم تخدموا. كياخذ الوقت فقط في هذا الغلاف اللي غادي نغلفوا به الراس، او الطاقيه اللي كنلبسوها للراس. فهذا هو اللي كياخذ شويه ديال الوقت وكيجي شويه تيخصكم تركزوا معاه فقط. اما هو سهل جدا جدا جدا، من اسهل الاشياء اللي خدمتها مع الاخت منيره. فكنتمنى انكم تدخلوا لقناتها وتدعموها، تستحق الدعم. عندها باترونات كتير ما شاء الله حلوه وجميله جدا. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليها باللايكات وما تبخلوش عليها بالاشتراك، تستاهل تستاهل الدعم، وحنا كنتعاونوا مع بعضياتنا. هذا هو اللي خدمت المفرش اللي حطيت لكم الفيديو ديالو في السابق، اللي حطيت لكم الفيديو ديالو حتى هو اشتغلته. لكن ما اشتغلتوش في فتره العيد، هذاك راه كنت خلصته قبل العيد وحطيت لكم الفيديو. دابا باديه هذه كانت خسرات ليا هاد النجفه هذه، يعني مع الحراره تفكت من الغيره حقها اللي كان ماسكها من الفوق. فقررت انني عوض ما نرميها ونشري واحده اخرى، قررت انني غادي نخدم ليها، نصوب ليها غطاء اخر بالكروشي والمكرامي. المكرامي خدمتها على شكل صغير رقيقه بزاف، كنتمنى انكم كتشوفوها معايا. شفتوا رقيقه بزاف، ماشي خيوط المكرميه الرقيقه هذه، القطن هذه كنت خدمت بها، هذه الخيوط هذه خدمت بها الشنطه اللي كنت شاركت معكم في مذكره حرفيه من قبل، غترجعوا للقناه وغتلقاوها. قلت لكم هذه الخيوط زوينه بزاف واخا رخيصه، راها ارخص شيء، راه ثلاثه البكلات ب 5 ريال في ابو خمسة، ولكن زوينه بزاف، يعني قطن 100%، والخدمه ديالها حتى في المكرمي زوينه، انا عجباتني وسهله جدا. بقى فيها واحد شويه، بقى فيها هاد الدور هذا وصافي غادي نجمعها ان شاء الله، غنشاركها معكم في المذكرات بدايه الشهر، نشاركها معكم ان شاء الله. اللي بغيت نقول لكم هو بزاف الاسئله اللي كتجيني، اشنو اللي نخدمه في الصيف؟ بين قوسين كاينه واحد مجموعه من الاسئله فيما يخص الكروشيه،
غادي نجمع هذيك الاسئله وغادي نجاوبكم عليها في فيديو اخر. بالنسبه للسؤال اللي جاني دابا بزاف هو اشنو يمكن لينا نخدمه في هذا الصيف مع الحراره. فان شاء الله كيف كتعرفوا الخدمه في الصيف كتكون شويه ممله، ماشي ممله وانما لانه الحر اول شيء ما كتبقاش تاخذي الخيوط بزاف لانه كتحتري، زائد انه الناس كيسافروا بزاف، كيكون سفر كياخذوا وليداتهم للسفر، كيخرجوا خارج البلد ولا المهم يعني كيكون شويه ديال الشغل في الصيف، ماشي بحال كنكونوا مرتاحين. ولكن هذا لا يمنع اننا نخدموا الكروشي. الكروشي ديال الصيف يمكن لكم تخدموه في الصيف، يمكن لكم تاخذوا هذول التعليقات، تشتغلوا تعليقات ديال المفاتيح، يمديكم تشتغلوا البلوزات صيفيه ديال الصيف، هذه اللي كتكون فيها مربعات صغيره، نخلي لكم صور فوق الفيديو. كذلك يمديكم تشتغلوا شنط، ويمديكم كذلك تشتغلوا قبعات صيفيه. كاين الناس اللي كيبغوا يسافروا للبحر، كيبغوا يسافروا على البحر، كيبغوا يسافروا ضروري ما يشتغلوا للاطفال ديالهم ولا لنفسهم يشتغلوا قبعات صيفيه. انا نخلي لكم كذلك الصور حقها، نخلي لكم الصور ديالها فوق صور فوق الفيديو. كذلك يمديكم تشتغلوا اشياء ديال البيت، مثلا ديكورات ديال البيت اللي كنحتاجوها في البيت، مخدات مثلا، مفارش، ولا لان هذا الشغل ديال الديكورات والاشياء ديال التعليقات اغلبها كنشتغلوها بخيوط القطن. خيوط القطن نوعا ما باردة على خيوط الصوف، ماشي بحال الشتوى. في الشتاء كاين مدينة نشتغلوا بخيوط الصوف، ما كنحتروا يعني كتحسي بالدفى وانت كتشتغليها. ولكن دابا في الصيف كنحاولوا ما امكن نشتغلوا بالغرز الواسعه، كان النفاذه شويه كتدخل الهواء، كنشتغلوا دائما بخيوط القطن. في الصيف دائما خدموا خيوط القطن لان القطن بارد عليكم، غتاخذوه في ايدكم ما كتحسوش بالحراره، ما كتحسوش به. انا كنتكلم حنا خاصه هنايا، بالنسبه لينا حنايا في السعوديه، خاصه البنات اللي في الرياض واللي في الشرقيه واللي في اللي في جده، يعني في المناطق اللي شويه كتكون حاره، مكه كتكون شويه حاره، هذه المناطق هذه ما كنخدموش فيها الكروشي بزاف ديال الصوف. علاش؟ لان هي اصلا مناطق دافيه، الا في الشتاء كتكون بارده نيت بزاف. في الشتاء كيمدينا نخدموا بطانيات، نخدموا ملابس شتويه، تخدم بلوفرات شتويه، طواقي، سكارفات، هذه الاشياء اللي كتكون في الشتوى. ولكن دابا في الصيف اشتغلوا ديكورات، اشتغلوا تعليقات، اشتغلوا تلبيسات ديال الجوالات مثلا، اشتغلوا هذول الاميغرومي زوينين حتى هما، كيكونوا بخيوط القطن كتجيك شويه. واشتغلوا الاشياء الصغيره في الصيف، حاولوا ما امكن تشتغلوا اشياء صغيره غير باش ما يمشيش الشغف ديالكم للشغل ديال الكروشيه. اللي كنعرف انا البنات بزاف انهم في الصيف صافي كيجي سبحان الله، هو كيجي رمضان انا بالنسبه لي، انا في رمضان ما كنخدمش في رمضان، كيجيني من بعد رمضان كيجيك يلاه 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 كتبدي كتسترجعي النشاط ديالك. ها هو كيجي الصيف، من بعد رمضان صافي كيجي الصيف، ها هو كيجي الصيف كتحسي بالنشاط ديالك قل باش تبداي تخدمي فيه الكروشي. يعني كنتحججوا بالحر صراحه، ما هو في الدار كاين المكيفات، ما كتحسي بتا شي حاجه. اهم حاجه انك ما تخليش ايدك فاضيه، يدك دائما تخدم، دائما خدمي. علاش؟ لان باش ما يجيكش داك الفطور لفتره طويله، الا جاك داك الفطور لفتره طويله كيصعب عليك مره ثاني ترجعي، بحال كترجعي من جديد، بحال يلاه كترجعي كتعلمي، لان كتلقاي الناس فاتوا، كتلقاي لانه هو الكروشي راه يوميا في التطور، يوميا كيظهر لك باترون جديد، يوميا غرزه جديده، يوم الا ما واكبتيش كتحسي الناس فاتوا، كتحسي راسك راك مبتدئه. انا كنتكلم حتى المحترفات، راهي لا وقفتي كتحسي راسك رجعتي من الصفر، انك كترجعي كانك مبتدئه، يلا كتمشي تعلمي الغرز اللي الناس سبقوك فيها، يلا كترجعي تمشي تجيبي باترونات اللي الناس اصلا خدموها، كتولي قديمه، كترجع قديمه باش تعاودي تخدميها. ف
حاولوا ما امكن انكم ما توقفوش اي حاجه ولو صغيره، دخلوا على كاينين تطبيقات زوينه بزاف فيها في نخليها لكم، نخليكم تطبيقات روابط التطبيقات نخليها لكم في صندوق الوصف. كاين رافرلي، كاين ايتسي، كاين بينترست. هذا بينترست ترى يغنيك عن الكل، كتدخلي كتلقاي باترونات بالمجان، كتلقاي موديلات زوينين، كتلقاي صور زوينه، كتلقاي حاجه محفزه كتحفزك. كاين فيه يعني التحفيز البصري، يعني كتبقاي كتقلب في دوك الصور كتحفزي انك تخدمي، كتلقاي في موديلات جديده بزاف. يعني دخلوا قلبوا، حتى في بالنسبه لرافرلي راه فيه باترونات بالمجان، كاينين باترونات مجانيه في رافرلي، غتلقاي كتكون مكتوب عليها داونلود تحت، كتمشي كديري داونلود كتاخدي الباترون تحطيه على المترجم، الا ما كانش مترجم ما عرفتيش، الا ما كتعرفيش الانجليزي حطي المترجم، حطيه في المترجم وترجمي وعاودي كتبيه او ترجميه في اللحظه اللي انت كتخدمي، ترجمي وخدمي. سهل جدا ترى البنات، راه ماشي صعيب بزاف. وكاينين بنات بزاف تيعلموا كيفاش قراءه الباترون، تعلموا يعني الحوايج بزاف ديريها في الصيف، في الصيف اللي ما كتقدريش مثلا تخدمي، تعلمي كيفاش تقري الباترون، دخلي شوفي موديلات جديده، جمعي لك موديلات جديده، خلي الكروشي دائما في ايدك، تعلمي غرزه جديده. المهم ما تحطيش الكروشي من ايدك، ما تحطيش من عقلك، علاش؟ لانه كل ما حطيتيه كترجعي من صفر. هادشي اللي شاركت معكم اليوم، كنتمنى انني نكون خفيفه عليكم. وانتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله، راه غادي نجاوب فيه على الاسئله ديال البنات، خلاو لي اسئله كتخص الكروشي، كتخص مثلا كتخص كيفاش ناخذ المقاسات اللي نخدموا بها تلبيسات الابريق، وكان سؤال مهم جدا، وفيه بزاف ديال البنات سولوني نفس السؤال، كيفاش نخدموا المقاسات ديال الابريق، خاصه اذا كانوا الزبون ما كيعطيكش الابريق او ما كيعطيكش مقاس، كيقول لك بغيت هذا الموديل وهو ما كيعطيكش مقاس. ان شاء الله غادي نجاوبكم بالتفصيل على هذه الاسئله، هذه غنجمعها وغنجاوبكم عليها بالتفصيل في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى لكم حظ موفق، كنتمنى ان شاء الله نلقاكم على خير وبخير وفي امان الله ورعايته، واحبكم في الله حبايبي، الى اللقاء.